سعيدة هذه. مرحبا، أنا عارف كبير. مرحبا بالسيد العميد، الله يطول في عمركم الناس. كيدير سي الحسن؟ سلامتك. صحتك، الله يطول في عمركم. شكون على السيد العميد الله يحفظه ليكم. يا بسم الله سيادنا، خير نبدا بسم الله وجمعنا عين الله ترعاه. كاين كل ما يحب في تنودان في الخاطر ويرضى. هذا مجمع الخبير الخير، الحباب فيه تلمات، حفلتنا ما ينصفها التعبير، فيه لها شلة قتيقات، واليوم في شطة كبيرة غادي نتفاجطوا مع راساتنا. دازت الدورة الأولى، دابا الحمد لله الدورة الثانية كما وعدنا السيد العامل احنا وصلنا ليها. العقبال الدورة 100 إن شاء الله، ونبقى نتلاقاو مع هاد الحباب وهاد الوجوه الطيبة، ونشوفوا هاد اللمة ديال هاد الفنانين وهاد الناس، الشعلة ديال مدينة تالودانت والشباب بالضبط ديال تالودانت. الله يحفظكم. الله على نصلح الأفق والشباب نصلح الأفق، وهي مزينة عمرها ما تنسى الحمد لله. وهاد الفشطة اللي داز راه الفشطة الجديدة دابا، وباش نفتتحوا هاد الفشطة هادي غادي نعيطوا لمدير المهرجان السي محمد حمزة يقول كلمة الافتتاح ديالو. سي حمزة تفضل يا حبيبي. تبارك الله على تالي وداز وهاد الشباب. السلام عليكم، تحية لودانية. لودانية معطرة بأنفاس إبداعية لكل من يشاركنا هذا الحفل الافتتاحي لفعاليات ربيع المسرح في دورتها الثانية. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تالودانت، السادة رجال السلطة المحلية، السادة البرلمانيون شركاؤنا في الدورة الثانية، السادة الفنانون المبدعون، السادة رجالات الإعلام، الفعاليات الجمعوية، جمهور إقليم تالودانت. أولاً أود أن أرحب في البداية بمكرمي الدورة، أيقونة المسرح المغربي، الفنانة الكبيرة نزهة الرقراقي، وبالفنان القدير الذي سيلتحق بنا الفنان عبد الرحيم المنياري. مرحبا بكل ضيوف الدورة من فنانين وأساتذة، باحثين وتقنيين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الثقافي. ونحن نعيش محطة الدورة الثانية بعد النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الأولى من ربيع المسرح بتالودانت، سواء على مستوى المتابعة والاهتمام أو على مستوى الإشعاع الإعلامي. وبعد المعاناة النفسية التي طالت ساكنة تالودانت جراء فاجعة زلزال الحوز، وانطلاقا من إيماننا الراسخ بدور الفنون في ترميم الجروح النفسية ونشر الطاقة الإيجابية والوعي بالقضايا الوطنية والكونية، نواصل المسار الذي بدأناه في مسرح الأفق تحت شعار فرجة تكوين استمرارية، عاقدين العزم على جعل موعد ربيع المسرح تقليدا سنويا واحتفالا وطنيا يجمع عشاق أبي الفنون من كل مكان، ويفتح الفرص أمام الشباب الموهوب للاستفادة من خبرات كفاءاتنا الوطنية. اسمحوا لي أيها السادة والسيدات أن أذكر باسم مسرحي وازن، حيث غادرنا قبل أيام إلى دار البقاء، وهو أستاذ علم أجيالا من المسرحيين بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لمدة طويلة جاوزت 3 عقود، وقد تخرج على يديه ونهل من علمه ومعرفته المسرحية الرصينة مجموعة من المسرحيين والفنانين المغاربة البارزين اليوم في الساحة الوطنية المسرحية والسينمائية. إنه الفنان أحمد إزدا رحمه الله. تحية خاصة للسيد عامل إقليم تالودانت السيد حسين أمزار على مواصلته مشوار دعم واحتضان كل المبادرات التنموية بإقليمنا الزاخر بالثروات الطبيعية والبشرية، وعلى تخصيصه اهتماما خاصا بربيع المسرح وترحيبه المميز بضيوفنا المبدعين. كما لا يفوتني
الشكر عاملة إقليم تارودانت واللجنتين المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكل رجال السلطة المحلية على تعاونهم الكبير لإنجاح هذه الفعاليات. شكري موصول أيضا لوزارة الثقافة والشباب والتواصل في شخص السيد الوزير محمد المهدي بن سعيد الذي خصنا باتفاقية شراكة لدعم ربيع المسرح. شكرا مجلس جماعة تارودانت على جهودهم وشراكتهم الفاعلة والطموحة. شكرا لإدارة تعاونية كوباغ على ثقتها في مشروعنا. شكرا مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي والكلية متعددة التخصصات بتارودانت والمديرية الإقليمية لقطاع الثقافة والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية وجمعية جسور تارودانت والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية على تعاونهم الكبير لإنجاح فعالية ربيع المسرح. كما أتقدم بشكر الجزيل لنجم الكوميديا المغربية الفنان الكبير محمد الجم الذي عمل على تشريفنا برئاسة هذه الدورة وعلى جهوده في الخفاء وقد تعذر عليه الحضور لأسباب قاهرة. شكرا لجميع أعضاء اللجنة المنظمة واحدا واحدا والذين يبذلون جهودهم في تنظيم هذه الدورة وكل المتعاونين لمشاركتهم وتحفيزهم. وأشكر جمهور تارودانت على استقبالهم الكريم لضيوفنا وتعبيرهم عن قيم المحبة والإخاء والتضامن. وشكرا الشباب شحال زوينين ولي كيوقف عند الكومبليس تبارك الله ماشي شي فلاح وسيدنا راه كنا ننزاها وهاد التكاتيكا وهاد التويشيه راه غير ديال تارودانت ونزاها ما كتستحلى غير مع الدقيقيه. نزاهت اليوم ونزاهت القلوب ديالنا هي اللحظه ديال غنحتفلوا بعروسه المسرح المغربي الفنانه الكبيره نزها رقراقي. والله ما عمري نسى انا صغير وهي كبيره قدامي كتعلمني المسرح عمري ما نسى هاد اللحظات هادو. وباش نفكركم مزيان فهاد السيده وهاد السيده القويه وعروسه ونحله وفراشه الكوميديا في المسرح غادي نشاهدوا هاد اللقطات وهاد الصور عليها. لالا نزها سيري الله يحفظك ولدك. المحبة والإبداع والتألق للنزهة
كل الحب والتقدير والاحترام الغالي على القلوب ديالنا. هكذا أنت أيتها الفنانة الرائعة، سأحاول جهد الإمكان أن أوفق لأكون في مستوى الحدث الذي هو أكبر بكثير بما يروج في خاطري. تعجز كلماتي وتعبيري لأختار أجودها، لكنها تتنافس من أجل الفوز في السباق لتكون هي التعبير الفيصل. وهذا الصراع يسبب لي تعثر البوح بما أريد إيصاله للعزيزة الغالية لالان هيرغريغ، لكن ومع ذلك سأحاول أن أوفق في اختياري للأسلوب الذي سيكون أكثر صدق ومصداقية يليق بمكان المكرم. الصديقة والأخت الصادقة للندها، كان بودي أن أقف أمامك إجلالاً واحتراماً لشخصك الكريم صوتاً وصورة حتى تحسين بما أحس به تجاهك، لكن للأسف الشديد لم تطاوعني على ذلك، فمعذرة مليون مرة عن التأخير الذي هو فوق إرادتي. فأنت تعلمين مدى حبي واحترامي وتقديري لك أيتها الوفية. اليوم وفي هذا الحفل البهيج، أبى أبو الفنون المسرح على صهوة مسرح الأفق إلى أن يكرم فنانة من بناته البررة اللواتي أبلين البلاء الحسن بعطاءاتهن جعلت منه النجمات ساطعات في عالم المسرح، فأنت إحداهن، حيث أكدت عبر مسيرتك الفنية الطويلة المليئة بالروائع التشخيصية ودوما وأبدا يحالفك التألق والتميز. أتذكر أختي وصديقتي في الدرب والتدريب كم كنت تعانين حينما يسند إليك دورك في أي مسرحية يسكنك الهوس وتفكرين في طريقة تقمصك الشخصية بدون انقطاع وكأنك في حالة مخاض، لدرجة أنك كنت تجهشين بالبكاء أحيانا لأنك مسيمة بالمسرح لدرجة الهيام. لا أبالغ أن أقر بكل صدق وأمانة أن حسك المرهف وأدائك الصادق وتقبلك للتوجيه والملاحظة، كل هذه العوامل ساعدتني وألهمتني ووفقتني في أن أكتب إليك أدوار مختلفة على مقاسك تليق بتألقك ونبوءك. طبعاً وسط أصدقائي الأوفياء أعضاء فرقة المسرح الوطني التي كان ولا يزال حضورها القوي ونجاحاتها المتميزة حاضرة في كل وقت وحين، وهذا راجع لتلاحم أعضائها، فهم كالبنيان المرصوص يشد بعضهم البعض وكل واحد منهم يكمل الآخر. للندها، لو أتيحت الفرصة على أن أتحدث على مزاياك وعطاءاتك ونضالك وصبرك وطموحاتك وتضحيتك لجف مداد قلمي ولم ينتهي حديثي عنك، فكيف لي أن أوجز ما تقسمناه طيلة عقود من الزمن وما حملته من ذكريات بأفراحها وأحزانها؟ فطوبى لك لما وصلت إليه، وأنا جد محظوظ لأنني تعرفت عليك واشتغلت معك وإلى جنبك، فجنيت معك ثمار الشهرة، فلا غرو أن أقول أنت من أكملني لأكملك. شكرا لك من أعماق قلبي على عطائك الدائم وبالحب والوفاء وبأرق عبارات التقدير والثناء، ومن قلب ملؤه الإخاء أدعو لك بدوام الصحة والعافية وطول العمر ليبقى نجمك ساطعا ليضيء المسرح المغربي كما عهدناك. المخلص في محبتك محمد الجمعة. والسلام. تنميت. شكرا جزيلا. ودابا اللحظة على الميدانين غادي نديروا واحد الصلاة وسلام وطلع لها اللازهة العروسة هذا المهرج. يا سيدي الصلاة وسلام على يعني بكل
تسرجم.